فالحقيقه فلوباتير من اول يوم فتحت قسم الهاي سكول من 12 سنه، ده كان القرار اللي احنا اخدناه ان احنا لازم نبقى able ان احنا نعمل الحكايه دي. بالنسبه لنا احنا كمدرسه، in our school we don't educate young people just to become any person, but we make sure we help them shape their personalities to become the best they can be as tomorrow's leaders. احنا ما بنديش كورس وما بنديش عايز اخلص بس حاجه كده، لا انا بتكلم ان هو هيدخل هيبقى طالب بكل الريكويرمنتس ان هو لازم يخلصها علشان يتخرج مع دبلومه. انا عارف ان المدرسه اكريديتد ان هي تدي انترناشونال سكولز، تمام؟ فعايز اوضح بس للمشاهد يعني ايه الفرق بين ان انا اريجستر اونلاين اخد كورس واني انا اخش مدرسه في اونتاريو وانا في مثلا في مصر او كده. بص يا مجدي، حكاية البرايفت سكولز هنا عندنا فيها مشكلة شوية، لأن أي حد ممكن يسجل مدرسة تبع الوزارة هنا وياخد رقم ويقول دي مدرسة تبع وزارة أونتاريو، لكن الحقيقة إن هو لازم عشان يبقى accredited ويقدر يدي credits ويبقى كل حاجة ماشية بطريقة سليمة، لازم يتعمل مرحلة التفتيش اللي أنا كنت بتكلم عليها. وحلقة جديدة مع هوا تورونتو والهوا والأونلاين ليرنينج. اتكلمنا في حلقات سابقه على المدرسه المصريه او فيلوباتير كريستيان كولج بي سي سي، وهنكمل معاكم النهارده رحله الاونلاين مع الاستاذه فيبي وصفي مديره مدرسه بي سي سي. اهلا وسهلا. اهلا مجدي.